صباح النور وأهلا بكم من جديد مشاهدينا. بحسب الجداول الصحية تشير الأرقام إلى أن لبنان سجل في 6 أشهر الأولى على بداية كوفيد-19 نحو 5000 إصابة، في حين سجل أكثر من 7000 إصابة منذ تاريخ انفجار المرفأ في 4 أغسطس آب الجاري وحتى اليوم. أرقام استدعت الإغلاق التام للبلاد في محاولة للحد من هذا الارتفاع. عن هذا الإجراء ومفاعيله نستقبل معنا الأخصائية في طب العائلة ومديرة مركز الصحة والعافية في الجامعة الأمريكية في بيروت دكتور مايا روماني عبر سكايب. صباح النور دكتور. صباح الخير سارة، إليك وللمشاهدين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك معنا. يا دكتورة بداية، هل نحن الآن في المرحلة الرابعة من الوباء، يعني مرحلة تفشي مجتمعي؟ أعداد الإصابات ترتفع بشكل كبير في كل المناطق ومن دون أن نعرف المصدر. صحيح، للأسف بلبنان بلشنا وبسرعة كتير قوية فتنا بالمرحلة الرابعة يلي هي مرحلة تفشي المرض بالمجتمع ووجود بؤر تفشي بكتير مناطق من لبنان، وإذا منضل ماشيين بهالترند نفسه ممكن نوصل لمرحلة يمكن عدم السيطرة فيها على انتشار المرض. هلأ كنا بمرحلة معينة كنا نوعا ما مسيطرين على الوضع، وهذا كان واضح بنسبة المعدل الإيجابي، يعني من كل تقريبا 100 فحص قد ايه فحص بيطلع إيجابي، وكنا محافظين على نسبة جدا واطية كان تقريبا 2%، يعني من كل 100 فحص في بس 2 عم بيكون عندهم الفحص إيجابي لكوفيد-19. ولكن للأسف بظرف 4 أسابيع نطينا ل 5.6%، وهلأ الأرقام عم تتراوح بين 8 ل 10%، وهذا هو المؤشر الخطر يلي بدنا ننتبه له بهالأسبوع اللي جاي. وفي بعد الإغلاق، يعني نحن الآن في اليوم الثالث على الإغلاق ولا زالت الأرقام في تصاعد. الأمس سجلنا 605 إصابات، كيف تفسرين هذا الأمر؟ هلا صح، نحن مش متوقعين اصلا انه الارقام تبلش تنزل دغري بسرعه، لانه نحن اللي عم نشوفه هلا الارقام العاليه اللي عم نشوفها هي نتيجه الاشياء اللي صارت بالاسبوعين او حتى 3 أسابيع اللي مرقوا، يعني نتيجه الاختلاطات اللي صارت بتفجير المرفأ والعالم كلها صارت راحت بدها تساعد بعض ويروحوا على المستشفيات من دون الاجراءات الوقائيه للتباعد الاجتماعي، ولا حدا انتبه للكمامه، وهذا الشيء طبعا اكيد طبيعي. عاده المخالط بياخذ 14 يوم وقت لحد ما يلقط الفيروس وتبلش عليه العوارض، ونحن هلا صرنا بهالمرحله اللي هي ال 14 يوم ما بعد الانفجار او ال 14 يوم ما بعد اذا بدك هالخطه الكبيره اللي صارت، مش بس نهار التفجير، حتى من بعده الناس راحت بدها تساعد بعض، صار في حملات صحيه وحملات اجتماعيه للتنظيف ولاعاده التاهيل وهيك. فنحن مش متوقعين صراحه بهالاسبوع او حتى الاسبوع اللي بعده انه الارقام تنخفض كثير، لانه مفعول الاغلاق بده نوعا ما وقت لحتى يبلش يبين. نعم، طيب دكتور هنا السؤال، يعني الان بعد حادث انفجار المرفأ نزلت العالم تساعد بعض والارقام تزايدت، والان هناك اغلاق تام لمده 2 أسبوع وستعود بعده الحياه الى طبيعتها، ما الذي يمنع ان تعود الارقام ايضا الى التصاعد مره اخرى هذا اذا انخفضت؟ معك حق، الاغلاق التام مش هو الحل ابدا، هو يمكن بس مساعد مؤقت لحد ما يساعدوا المستشفيات على القدره الاستيعابيه تبعيتهم، مثل ما كلنا بنعرف انه للاسف تفجير المرفأ اصاب 4 مستشفيات منهم مستشفيتين كثير كبار بلبنان، وباقي المستشفيات اللي كانت هي اصلا مجهزه انها تستقبل كورونا اضطرت تستقبل جرحى واضطرت تستقبل مصابين، فللحد من القدره الاستيعابيه للمستشفيات عندنا او اذا بدك لنزيد القدره الاستيعابيه للمستشفيات عندنا اضطروا يعملوا هالفتره الاغلاق، فالاغلاق هو ليس الحل انه نحن نخفض عدد الاصابات، بل الشيء الاساسي هو التزام المواطنين بالكمامه وبالتباعد الاجتماعي، وقرار يمكن بده يكون شوي كبير على صعيد الدوله انه يرجع يصير في اغلاق للمطار، لانه الفيروس اللي موجود عندنا بلبنان نوعا ما نحن كمجتمع لبناني كثر خير الله من رحمه الله علينا انه نسبه الوفيات عندنا كثير قليله، يعني الفيروس وصل لعنا مناعتنا عم بتقاومه فصار عم بيكون ضعيف، يعني عم يعدي يمكن بنسبه كثير اكثر بس نسبه الخطوره تبعيته عم بتخف، بس اذا المطار بضل فاتح نحن عم نضل معرضين انه نحن نجيب فيروس من انواع اخرى اذا بدك من او سترينز مختلفه من برات لبنان، وبالتالي بصير صعب علينا نرجع نضاعف هالسترينز جداد ونعمل مقاومه او مناعتنا تعمل مقاومه ضدهم. فالحل هو الالتزام الفردي بالكمامه والتباعد الاجتماعي
وبمستوى تاني عم اقول لك يمكن اغلاق المطار يمكن يكون هو الحل، والا الاغلاق هو صراحه ما رح يمنع تزايد الاعداد، والا بس هو مساعد للمستشفيات هلا مؤقته يعني. نعم، طيب دكتور ذكرتي المستشفيات والازمه التي تعاني منها الان، هناك اخبار تتحدث عن ان المستشفيات التي كانت مجهزه لاستقبال حالات كورونا 70% منها الان هي ممتلئ بشكل كامل، هل هذا الكلام دقيق؟ وفي حالة أن كان هذا الكلام دقيق أو أقرب إلى الدقة، هل يصبح مثلا الخيار الحجر المنزلي الذي نراه الآن أصبح منتشر، وتحاول بعض البلديات في لبنان التأكد من التزام المصابين بالتقيد بالحجر المنزلي، هل يعتبر هذا خيار أيضا يعني معروض في هذا الوقت؟ صحيح، مثل ما قلت او مثل ما انت حضرتك كمان ان القدره الاستيعابيه صارت تقريبا ب 70% كاباسيتي باغلب المستشفيات. هلا المنيح انه المستشفيات الحكوميه باغلب المناطق اللبنانيه جهزت اقسام للكورونا. اللي مطلوب هلا هو لانه في بس كم مستشفى خاص فتحوا اقسام لكورونا، هي ان المستشفيات الخاصه انها تساعد القطاع العام وتفتح مستشفى اقسام خاصه للكورونا، وبالتالي تزيد القدره الاستيعابيه عندها لاستقبال مرضى كورونا. الشغله الثانيه، النقطه اللي حكيتي عنها اللي هي كثير مهمه، هو الالتزام بمعايير منظمه الصحه العالميه. يعني كنا قبل مريض الكورونا يفوت على المستشفى ما نطلعه من المستشفى غير يمكن ل 15 او 20 يوم لحد ما يطلع الفحص البي سي ار عنده سلبي، ولكن هلا منظمه الصحه العالميه عم تنصح انه بمجرد ما تصير الحاله الصحيه تسمح انه المريض يكون ببيته، فالحجر المنزلي هو الحل الانسب لحتى نقدر نفضي قد ما بنقدر اسره من المستشفيات لاستيعاب اكبر عدد من المرضى. نعم، طيب يعني دكتور كل ما بتقوليه هو فعلا مخيف، ولكن هل يجب ان نخاف اكثر انه في حال فشل هذه الفتره، فتره الاغلاق التام بالاتيان بمفاعيلها، لانه هي في الاخر يعني كل هذه الاجراءات المتخذه هي تعتمد بالدرجه الاولى على ضمير المواطن، هو الذي قد يوقف انتشار هذا المرض وقد يسمح بأن يصل ربما إلى أرقام أكثر من ذلك، هل يجب فعلا أن نخاف؟ وما هي التدابير والمحاذير التي يجب اتباعها في هذا الوقت الدقيق؟ صح، الفكرة هي أنه نحن بلبنان في مؤشر اللي هو مؤشر كتير مهم بظل هالسوداوية اللي عايشينها من بعد الانفجار والأزمة الاقتصادية وكورونا، يمكن عنا شيء بس هيك باب أمل نتفائل فيه، وهو إنه نسبة الوفيات بلبنان يلي هي نسبة الوفيات لكل مليون شخص هي من الأدنى عالميا. يعني إحنا تقريبا لحد هلأ بلبنان بعد نسبة الوفيات عنا تحت 1%، برغم كل هالأرقام العالية اللي عم نشوفها، برغم كل هالمصيبة اللي صارت بالمستشفيات. فهيدا مؤشر بيطمن للمدى البعيد إذا بقينا بهالوضع، يعني إذا بقينا بالمستشفيات قادرة تستوعب أو قادرة تفوت الأشخاص اللي هن بحاجة لدخول المستشفى. هيدي صحيح هي باب أمل، ولكن هيدي ما بتمنع أنه نحن نرجع نشدد، حتى أنه النسبة هي أقل من 1%، بس إذا العدد الكلي بصير كتير كبير فعدد الوفيات بصير كتير كبير، وبالتالي قدرة المستشفيات بتبطل قادرة تستوعب أنها تدخل مرضى. فاللي كنت عم تقوليه الأساس 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 هو التزام المواطنين بالكمامة والتباعد الاجتماعي، حتى لو وصلنا لمرحلة رجعنا بطل في إغلاق تام ورجعنا لحياتنا العادية اللي هي طبيعة ترجع أنه تصير، لأنه بظل الظروف الاقتصادية اللي نحن فيها ما فينا نضل مسكرين مصالح الناس وباب الرزق للناس يعني. فالالتزام من المواطنين هو اللي عم بيسهل عليهم وعم بيسهل على عيالهم وعم بيسهل حتى على الدولة أنه نحن نقدر نسيطر أكثر على الوضع. نعم، يعني خاصة وأنه الكثير من الأبحاث والدراسات والملاحظات التي يعني بعد من المبكر تأكيدها، ولكن تتحدث عن ربما يعني مشاكل على المدى الطويل للمصابين حتى الذين تم تعافيهم من الفيروس. الإخصائية في طب العائلة ومديرة مركز الصحة والعافية في الجامعة الأمريكية في بيروت دكتورة مايا روماني، شكرا جزيلا لك. يعطيكم العافية، شكرا. إذن مشاهدينا هي ترجع إليكم آخرا لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير.